الكتاب الفلقة أما أنا ما كنتش نتضرب في الفلقة لكن كان المد بيمد الفلقة بشد معاه وأنا ما نحبش نشد معناه أنا نشارك في الضرب وكنت نقمع لي المدب خاطر ما تريمش تقولوا لي أما كنت ناكل برشا طرايح في الدار خاصة في الدار وفي المكتب بريفاسيون دو سورتي عندك غتوني كي كنت خاطر لقيت بيتا كي كنت بيتا نهار لحد ما نخرجش نولي نكمل جمعة كاملة ونكمل نهار لحد ما نخرجش وقبل ما نولي بيتا كنت غتوني اش معناها غتوني معناها نهار لحد اي فازي غوتوني معناتها نهار لحد نعديو اليوم الكل في المكتب في المكتب يعطيك ساعتين سا ديبون يعطيوك ساعتين غوتوني اربعه انا على كل حال كل نهار حد عندي غوتوني يظهر لي سعيد سعيد خذ سوي